أنا اعتقلت في 96 مع حسن سلامي. من هذاك التاريخ لليوم ما قعدت سنة كاملة برا نهائيا. في 21 سنة أنا كنت 21 سنة داخل السجن. طبعا جابوا قرار من المحكمه باجراءات التحقيق العسكري. طبعا بتعرف كيف يعني انت بتجيب ايديك هيك لما تسكر ايديك هيك قديش المسافه اللي بينهن، مسافه كبيره. طبعا هم حطوا ايدي بالطريقه هذه ورا يعني في الخلف، وحطوا ايش، جابوا اثنين يضغطوا في المنطقه هذه هيك لغايه ما يوصل هذا من هان لهان في بعضه، يوصل المسافه هذه ما يخليش مسافه، وحطوا كلبشات واحد هان واحد هان واحد هان، وزعوا الكلبشات طبعا ورا ظهري، نيموني على الأرض. قلت أنا يعني ماشي تجربة إنهم يطلع نتيجة، نزموني على الأرض. الآن حطوا أيدي تحتي وبلشوا إيش، بلشوا يطلعوا علي يخبطوا، بلشوا يعني يخبطوا يخبطوا ويروحوا ويجوا يخبطوا ويضغطوا. بالفترة نص ساعة قعدوني وجابوا كرسي مسافة 20 سنتي في 20 سنتي مرتفع عن الأرض 25 سنتي مش أكثر، قعدوني عليها. كان في ضابط قاعد وراي وضابط قدامي، طبعا ربطوا رجلي في الارض وبلشوا برجله يحط رجله على صدري يدفعني لغايه ما اصل الارض ورا، الضابط الثاني يرفعني يدفعني لقدام باتجاه هذاك لغايه ما اصل، وظلوا على الحال هذه مسافه يمكن 40 دقيقه. استخدموا هم يستخدموا الاسلحه، طبعا قضيه الضرب يعني البكوس والكفوف والهذا مستمر. اجى ضابط قاعد قدامي على كرسي ولز علي كثير، وحط ايده في المنطقه هذا وعلى نفسه وعلى الخشم، حط ايده في المنطقه هذا وسكر النفس وسكر من هان، ضغط على الأخير وظلوا حاط إيده من هان وضاغط، وواحد ماسك من ورا ظلوا ضاغط، وطبعا أدي مربوطات وظلوا ضاغطين لما يعني أنا صرت أشعر أن وجهي صار أزرق، يعني يضغطوا بعدين يرخيك تعطي يعطيك نفس دقيقة وعاود يضغط. ظلوا مستمرين فترة طويلة على الحالة هذا، بعدين وقفوها وبلشوا أسلوب الهزة، بمسكك من المنطقة هذه وبحط رجله في بطن الواحد من هان أو في الكرسي وبظل يهزك هز عنيف ساعات، يعني بظل يهز واحد بعطي واحد واحد بعطي واحد. خلوني في المسكوبية 21 يوم. في المسكوبية في 21 يوم الشبح والتحقيق متواصل في مردوان اسمه المزدرون، بيقولوا لهم بحطوك على كرسي صغيرة ملهاش أي جوانب وبعيدة عن الحيطان ومربط أديك ورجليك وبقعدون عليها كرسي خشبية هيك مايلة باتجاهك مشان ما تقعدش، تقعد عليها كويس، تقعد ظلت قاعد عليها. طبعا اول مره حطوني عليها 8 ايام متواصله، 8 ايام ليل نهار متواصل، بس وقت الاكل بيجي بفكنا طبعا بحطوا الكيس صاده وبسكروا هنا، وجنبك في الجهه اليمين وفي الجهه الشمال في سماعات تنتين كبار زي سماعات المساجد، سماعات كبار محطوط فيهن اشرطه ستيريو، يعني فيها يعني موسيقى صاخبه جدا بحيث بتشعر ان الكرسي بتتحرك معك. لما يجي وقت الاكل بيجيب لك بيضة مسلوقة ناشفة ورز ناشف، ووين بحط لك إياه؟ بعد ما بحطه في الحمام، بحطه في الحمام وبدخلك وبقول لك كل المدي معك 5 دقائق. طبعا بيجيب كاسة صغيرة زي كاسات القهوة، والحمامات نقرة عربية يعني القاعدة العربية هذه في الأرض، إذا بدك تشرب تكبس على هذه وبتنزل في نفس قاعدة الحمام الكاسة تأخذ مية، فيعني الحالة النفسية صعبة جدا انك تشرب من وضع زيك المية، هذه المية الموجودة. وبعد 96 يوم طبعا نزلونا على سجن عسكلان، وانتهت القضية على 8 سنوات فعلي، 3 سنين وقف تنفيذ. الآن أنا بعد ما روحت من يعني بعد ما أطلق صراحة من داخل السجن ظلوا يتعاملوا معي بحجم الحدث اللي صار في 96. احنا كنا نايمين وما سمعنا الا بس الضرب على الابواب، احنا كنا مش متوقعين يجوا لانه اجوا قبل 4 5 ايام، ما سمعنا الا الضرب على الابواب وافتح افتح. طبعا فتحوا الجيش ودخلوا مباشره، انا ارفع ايديك ارفع ايديك اطلعوني برا تفتيش، وقف على الحيط ارفع ايديك.
حطونا كليتنا في غرفة على جال، وبعدها صاروا نادوا علينا واحد واحد للتفتيش، نادوا على شنتي مرت ابني فتشوها، بس ما حشت ليش يعني شو طريقة التفتيش. الحين بعدها نادوني أنا اشلحي وعيك، شلحت المنديل كمان اشلحي، برضو صعبت علي في النهاية، سحبت اللي قابضة شلب سحبوا وغشاء لي في النهاية، رديت أنا شلحت اللي أنا لابسه جلباب اشلحي في النهاية، لما أنا مصيفة علي للغيار الأخير. الحين في النهاية بقولوا جيبي بنتك بدنا نفتشها، قلت لهم بنتي يعني معاقة وصعب إني أنا أجيبها يعني، قالوا طيب نروح عندها في الغرفة اللي هي فيها اللي كنا إحنا محشورين فيها. أجت المجندي والرفيق اللي معاها مش عارف واحد ولا واحد، في النهاية دخلوا قالوا قلعيها، قلعت بلوزتة. الحين قلت لهم تحتها شلحة يعني، اللي بقول كمان يعني موقف كان مزري يعني، بنت معاقة لحقت معاها لهالدرجة إنهم هيك عملوها، في النهاية قلعيها كمان يعني. أنا بعد ما قلعها البنطلون وبقلعها كل ما لابسته بطلع عليها الغيار الداخلي، يعني مش موقف مزري، هذا موقف يعني لحقت للطفلة معاقة. أجى الضابط المسؤول عنهم ودخلني في غرفة جوا، قعدنا أعطاهم تعليمات وقال لهم يعني بالعبراني سروك يعني تفتيش، وقال لهم إنه تفتيش دقيق لكل إشي. اعتبرت أنا يمكن ما يعني فتشوا الأواعي، فتشوا طبعا الجيش بلش ينزل في الدار فوق وتحت. بسمع أنا صوت مقدح، بسمع صوت كونغو، بسمع صوت ضرب بمهدي، وأنا مستوعب يعني مش مستوعب شو اللي قاعد بصير. دخلوا قعدوا عندي وقالوا لي اسمع، إحنا بنقول لك هذا اللي بتشوفه الحين بصير هذا لن يتوقف إلا قضية واحدة، إذا أنت بدك توقفه بتقدر توقفه. قلت لهم كيف؟ كيف أنا بقدر أوقفه؟ أنا كنت عندكم في السجن وانسجنت سنوات طويلة، وكل قضية أنت جبتوها علي بغض النظر كانت حقيقة أو مش حقيقة نتيجة اعترافات أنا انحكمت عليها، وأنا بعد أنا ما انحكم في الفترة الأخيرة هذه 103 شهور فعلي و 32 ألف شيكل غرامة. والآن شو المطلوب مني؟ قال لي المطلوب منك هيك، انت بتختار اي دولة بدك اياها واحنا بنسهل لك الخروج.